أتذكرون الحلقة التي حدثتكم فيها عن أعظم كاتب ياباني كيف أنهى حياته على طريقة محاربي الساموراي لأن صوته لم يصل حين دعا الجيش للتمرد على الحكومة المدعومة من أمريكا؟ أحسنتم، إنه يوكيو ميشيما، وسأحدثكم اليوم عن عمل من أعماله الجميلة، وستعرفون لماذا وصف بعبقري الأدب الياباني. العمل هو رواية الموت في منتصف الصيف التي نشرت له عام 1966، وهي قصة بنيت على مثلث الحب الشهير، العشق والخيانة والتلاعب بالعواطف. صدرت الرواية عن دار الساقي ببيروت بترجمة ممتازة قام بها المترجم اسكندر حبش، تجعلنا نعيش أجواء لذيذة تقودنا لحنين ما شبيه بحنيننا للسينما بالأبيض والأسود، حيث كل شيء ينبض بفائض من العاطفة والقيم. تدور أحداث القصة في اليابان ما بعد الحرب حول شاب يدعى يويتشي مينامي، وهو طالب جامعي وحيد ومنطوي يجد نفسه متورطا في علاقة رومانسية معقدة. لدى يويتشي علاقة غرامية مع امرأة متزوجة، أياكو الجميلة، لكنه يشعر بالانجذاب إلى زوجة معلمه الشابة والبريئة ريوكو، تأخذ الحبكة منعطفاً مأساوياً عندما يقرر يويتشي إنهاء علاقته مع أياكو لمواصلة العلاقة مع ريوكو، فيؤدي هذا الاختيار إلى إطلاق سلسلة من الأحداث التي تؤدي إلى نتيجة قاتلة وتسليط الضوء على العواقب المدمرة للعاطفة الجارفة والغيرة المجنونة. قد تقولون أن هذا النوع من القصص مستهلك، لكن لا، فيوكيو ميشيما يتقن عملية المزج بين الأساليب، فنجد الشعر والقصص القصيرة والمسرح والسيرة الذاتية وقصص الرحلات والمقالات القصيرة والسرد الطويل النفس، كلها في نسيج روائي واحد منساب في انسجام مدهش. في هذه المجموعة تتداخل القصص القصيرة مع الموضوعات الرئيسية للعمل، وأراهن أنكم ستتذوقون مواهب ميشيما سواء كانت بمعنى القصة أو الوصف أو التعبير الحميمي أو المسرح، كما فعل من خلال مسرحية قصيرة ثم قصة حول مسرح الكابوكي. كما أراهن أن تترك هذه المجموعة انطباعاً قوياً عندكم من حيث الكتابة والموضوعات الكامنة. من خلال القصص القصيرة العشر تتيح لنا القراءة الانغماس في الثقافة والعقلية والتقاليد والخرافات اليابانية أيضاً، غالباً عبر الشخصيات النسائية والزوجات والجيشة. يحمل الكتاب عنوان القصة الأولى التي تحتفي بالموت والحداد. في القصص القصيرة التالية الأمر لا يتعلق دائماً بالموت بل بالسعي الحثيث نحو النقاء. النصوص التي تروي المزيد من المشاهد اليومية تدين بسخرية نفاق الأعراف الاجتماعية وخضوع الأنثى وانقيادها وسيطرة المقدس ومشاعر أخرى. أشجع بقوة اكتشافها بأنفسكم.